أبعد من عين الشمس. مجددا تدخل صنعاء مربع الشد والجذب وتتصاعد حدة الخطاب بين الأخوة الأعداء، لكن هذه المرة بين أطراف حولت الدولة إلى أنقاض والجمهورية إلى حلم والعاصمة صنعاء إلى معتقل كبير. ليش البعض بيجي يحسب نفسه أنه ضد العدوان وبيتكلم فينا نفس الكلمات والمصطلحات والعبارات في وسائل إعلامه التي ترددها قوى العدوان؟ ما حد تدري منه هذا قائل هذا الكلام. هذا الكلام بتسمعه يردد في صنعاء ويردد في الرياض. ليش؟ خطاب حاد وآخر مضاد له، وصخب إعلامي ينذر بأيام عصيبة قد تشهدها العاصمة المحكومة بقانون القهر وشريعة المستبد بسبب اختصام العصابات وفقدان الدولة. لا يزال ميدان السبعين قبلة حشود المخلوع، ولا تزال الخدوش تملأ وجه الزعيم المخلوع في اللافتات على الشوارع. فحملة أنا نازل كما يبدو أنها لم ترق لمجاميع الميليشيا، فمزقت شعاراتها في شوارع المدينة وباتت تحشد مجاميعها المسلحة في مداخل العاصمة، وما من هدف لها سوى إجهاض جمهرة المخلوع. هذا الدعوة إلى حشد في الصباح في شارع المياه، ليش؟ لمنع المتوافدين من المحافظات والمديريات. تتكرر الأحداث ويشهد مؤتمر المخلوع ثمن خذلان الجمهورية وثورة الشباب، وهو يستجدي تظاهرة سلمية وذاته الذي أخرج مسلحيه للتصدي لها وصوت لقانون الطوارئ ضد تظاهرات ثورة 11 من فبراير. أصبح اليوم يطالب بحق النزول في الميدان، ويطالب بحق فرط به كما فرط في بلد بأكمله، فيما لم تخرج ميليشيات الحوثي من عقليتها العسكرية في خنق العاصمة، وهو الأسلوب ذاته التي خنقت به صنعاء إبان الانقلاب تحت مسمى إسقاط الجرعة. سواء اتفق طرفا الانقلاب أو اختلفا، فبينهما تحضر الحسابات والمصالح والمطامع ويغيب الوطن. وبالتزامن مع تصاعد الخطاب بين طرفي الانقلاب ولكل حساباته ومآربه، تبقى حاجة اليمنيين ملحة للخبز والدواء والسلام، إلا أن أيا من هذا يبدو غائبا وبعيدا عن أجندة الطرفين.